أصدرت ميليشيات الحوثي توجيهات لملاك الاستراحات والمقاهي في صنعاء ببث محاضرات وخطابات زعيمهم عبد الملك الحوثي على الشاشات التلفزيونية أثناء مباريات كأس العالم. وأوضح سكان محليون أن ميليشيات الحوثي ألزمت ملاك الاستراحات ببث المحاضرات والخطابات الطائفية ما بين شوطي المباريات وحرمانهم من متابعة التحليل الرياضي. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء من شأنه تمكين ميليشيات الحوثي من استغلال تجمعات متابعي مباريات كأس العالم لعرض خطابها الطائفي المشحون بالكراهية. أشاروا إلى أن الميليشيا تدفع بعناصرها إلى الاستراحات وأماكن التجمعات لمراقبة متابعي المباريات ومحاولة إجبارهم على متابعة خطب ومحاضرات عبد الملك الحوثي. يأتي ذلك ضمن محاولات الميليشيات الحوثية المستميتة على تطيف نواحي الحياة للمجتمع اليمني لصالح مشروعها التدميري الذي يستهدف هوية الشعب اليمني وثقافته. انضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني أستاذ يحيى العابد. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، يعني بالفعل لم يعد هناك مناسبة لا تستغل، حتى كأس العالم الناس بتتفرج وبيتابعوا، محتاجين كمان يتابعوا الاستوديو التحليلي، لازم محاضرات في الوسط بين الشوط الأول والشوط الثاني. الموضوع في ذاته يدعو فعلا للاستغراب إلى أي مدى هذه الجماعة وصل إلى هذا المستوى من التفكير. تفضل. تحية لك ولمشاهدي قناة الحدث. طبعا إذا لم يعمل الحوثي هذه التصرفات والممارسات القبيحة والحمقاء تجاه أبناء الشعب اليمني، فلن يكون الحوثي الذي عرفناه القاتل الدموي الطائفي السلالي الإرهابي الذي يمارس كل أنواع تدليل الشعب اليمني. طبعا هو عمم على كل الأندية أو الكافيهات المتواجدة في صنعاء بالذات والمناطق التي تحت سيطرته، على أساس أنها تأتي هذه، إذا أردتم أن تبث المباراة لديكم عليكم أن تشغلوا بين الشوطين خطابات سيئة الذكر عبد الملك الحوثي أو الأخبار التي يستفيدون منها لتمرير أصبويتهم وطائفيتهم وسلاليتهم وأناشيدهم التي تدعو إلى الموت وأناشيدهم التي تحرض الأسر إلى تجنيد الأطفال وكل الممارسات السيئة الذي يمارسها الحوثيين تجاه الشعب اليمني. بالطبع عندما يكون هذا الفعل في إطار أكبر تظاهرة رياضية عالمية هناك ردود فعل تجاه هذا الحدث. طبعا الحوثي يستغل أي فرصة لتمرير مخططه وأفكاره واتجاهاته، حتى وصل به الأمر أنه بعض القنوات التي تبث المشفرة يتم تمريرها عبر قنوات تابعة للحوثيين وعبر القنوات الأرضية، حتى يستطيعوا أن يدخلوا إلى كل بيت إلى كل منزل، أيضا لنفس الفكرة التي يمارسوها في الكافيهات أو في الأندية هذه من أجل خطابات سيئة الذكر كما قلنا أو الأناشيد الخاصة بهم. وأعتقد أنه كلما زادت عنتهم كلما زادت حماقتهم كلما كان المواطن أكثر وعي واستعداد لمواجهة هذه العصابة الإجرامية. الغريب في الأمر أنه الحوثيين الذي استنكروا على الشعب اليمني أن يرفعوا علم السعودية وهي تنتصر في مباراتها الأولى، اليوم يعملون ويعمدون على توزيع العلم الإيراني بعد فوز إيران في مباراة اليوم، ويعمدون أيضا أعتقد ما فيش مش مستبعد أنهم يعلنوا بكرة إجازة رسمية. تفضلي. طيب، وفي الأخير ما هي ردود فعل الناس تجاه هذه التصرفات أستاذ إحياء؟ يعني هل أصبح هناك وعي وإدراك لحجم هذا المشروع بما يخربه؟ حتى في أوقات الناس تبحث عن جرعة فقط من مشاهدة شيء ممتع أو متابعة حدث. هو كما قلتي الناس يريدون أن يتجاوزوا أوجاعهم وآلامهم وحزنهم وجرحهم على وطنهم وما يجري فيه بقليلا من المتعة، حتى في الجانب الرياضي الذي كما قلنا أنه مثار دهشة العالم أو تظاهرة عالمية كل 4 سنوات وكأس العالم. أعتقد أنه المشكلة مشكلة موجودة
في الذي في الخارج أكثر مما هي الذي في الداخل. الذي في الداخل ينتظرون المدد من خارج حتى يبدأوا تحركاتهم وثورتهم الداخلية، والذي خارج من هدنة من استوكهولم إلى هدنة، ومن هدنة إلى حديث عن سلام، ومن حديث عن سلام عن الشكا والبكاء عن خروجات حوثية. ولا يوجد ما يؤكد أن هناك اتجاه حقيقي لدى مجلسنا الرئاسي لمواجهة هذه العصابة وقمعها وتحرير صنعاء والمناطق التي تحت السيطرة. المشكلة أعتقد أنها في حكومتنا، في شرعيتنا، ما هي الخطوة التي تعيد الأمل لدى المواطن في الداخل حتى يتحرك المواطن؟ تفائل من خلال نتائج مشاورة الرياض وإعلان المجلس الرئاسي، المواطن تفائل عندما تحركت القوات العمالقة لتحرير تلك المناطق في شباوة وفي مأرب، المواطن تفائل عندما تحركت قوات الساحل الغربي والمقاومة الوطنية لتحرير بعض المناطق في محافظة إب وفي تعز وفي الحديدة. كان هناك تفاؤل وهناك حراك فعلي وانتظار للحظة الحاسمة التي ينطلق منها المواطن في الداخل، لكن ما أن تأتي ساعة الدهشة حتى تأتي بعدها مباشرة ساعة الإحباط، وهذه المشكلة الموجودة من وجهة نظري حاليا. وبالتالي يعني السؤال الذي يطرح نفسه أيضا أستاذ يحيى، أنه بالفعل الداخل في صميمها الآن، هل قادر يقوم بثورة من أطراف اليمن إلى أطرافها، خاصة أن كل المعتقدات تغيرت، هذه الممارسات تكشفت؟ أعتقد أنه يفترض هناك، لا نحمل المجلس الرئاسي بالمسؤولية كاملة بقدر ما نحمل القوى السياسية المتواجدة في الخارج مسؤولية أكبر. هناك لدينا تحالف كبير من القوى السياسية اليمنية التي لها تاريخ عريق ولها اسم وقيمة وقامة. أتحدث عن المؤتمر الشعبي العام، أتحدث عن التجمع اليمني للإصلاح، أتحدث عن الاشتراكيين، أتحدث عن الناصرين، أتحدث عن البعثيين، أتحدث عن القوميين، أتحدث عن الأحزاب حتى السلفية وجملة الأحزاب. ماذا قدمت من خلال تواجدها خارج اليمن ومن خلال تحالفها السياسي من برامج أو أدوات أو تحركات لمنظماتها المدنية للكشف الحوثي والتهيئة لمواجهته؟ هو هي عملية منظومة متكاملة. بث الفكر الطائفي أستاذ يحيى عن أهمية. نعم أهمية نكتفي منهم حتى ببيان. نعم نكتفي حتى ببيان، لكن للأسف صامتين وينتظرون نهاية الشهر على ما يبدو. طيب، استغلال التجمعات، وهنا لا نتحدث فقط عن تجمعات تخص مناسبات أو ما شابه، وإنما التعمد في جعل هذه التجمعات تذهب في اتجاه مسارهم وخدمة مسارهم. عندما يتم تشغيل مثل هذه الاسطوانات، كيف يرد الناس؟ ما هي ردود فعل الناس؟ هل ما زالت تسمع وتنصت؟ من خلال تواصلي مع كثير في صنعاء ومنهم أقربائي، أعتقد أنه حالة التدمر الذي موجودة في الداخل الصنعائي كبيرة جدا. هناك رفض، هناك عدم ممارسة، هناك حتى أعتقد أنه ملاحظ أنه في الآونة الأخيرة لم تعد تلك السطوة التي تخيف الناس، بدأ الناس يرفعون أصواتهم، بدأت هناك عمليات استهداف لقيادات حوثية، بدأ هناك جنائز تتحرك ومش مدارين كيف قتلت أو من خطط لذلك، هناك أصوات ترتفع تكتب على الجداريات، هناك صوت بدأ يرتفع. هناك كما قلت وأشرت في بداية حديثي معك أستاذة أسماء، أنه أعطونا صوتكم يا الذي في الخارج حتى نتحرك في الداخل. وأيضا كما قلت، ما دام الحوثيين يستغلون أي مناسبة للتحشيد والتجميع وفرض آرائهم، أعتقد أن إحنا الذي محسوبين في مناطق المحررة أو في خارج اليمن بسبب ظروف هذه الحرب وسطوة الحوثيين، يفترض أيضا أن تكون لنا تلك التجمعات التي نود أن نعوّع أي شعبنا عن هذا الخطر السلالي، عن هذه العنصرية، عن هذه الطب، وعن قيم سبتمبر العظيم، وعن قيم الجمهورية.